باسی مبتدامان کرد و باسی اوش من کرد لجلسه رابردوا که لچوار جیگلا واجب مبتدا حسفی خبری لیا بکره با عبارتی کتیر واجب مبتدا ببی خبر ذکر کره مورد کال من توضیح ده هاتی نسل خودی خبر او راو تایس بحث من لمبتدا و را بحث من لخبر خبر چیه؟ والخبر هو المجرد المسند به امیش اسمك که اسمك مجرد لعوامل لفظیه ولی مسند به اسنادك بأم واقع بوه وكو زيد قائم كمعمولا إس أو قائمة كخبرك اسمك مجرد بمسند واقع بوه يعني إسناد دراوة ولا زيدك مثلا جاء خبر دو بشي هيا خبري مشتق معنى وخبري جامد معنى هيا خبري مشتق لكم مثلا زيد قائم قائم مشتق اسم فاعلة خبري جامد وكم زيد إنسان إنسان اسمك جامد حالبي جاء الله وهو مشتق وجامد جاء وبزانك مثلا اسمك اگر خبرك اسمك جامد به هيج وقت يغلمير كي تانيه مستتر به والراجع بيته ولا مبتداك هل قري لامير نيه او جار مطابقه شي تي واجبني مثلا العلماء سراج الامه سراج من الشرايا قريك نيه مثلا جابك تو بلاي سروج الامه منيا قريك نيه ولي بكاي فقد تنهى هر مفردك كافيه الكلمه لفظ لازم ناك بجي لفظه علامه تانيث فيوني او جامد وها بلا مشتق خبر اجر مشتق ولدو حال بدرني يا خبرك بجورك ويا مثلا او خبر فقد بو مبتدايا يعني الضمير تيتيايا الراجع بيته يعني مجالي استتاري الضمير تيايا لبيري كتيار راجع بيتو بلا متكيات يعني حاربي بل يا بعبارتك كتير اها لبيرك يا اسناد دراو ولا اسم ظاهر او خبر مشتق يا اسناد دراو ولا اسم ظاهر اسم ظاهر كلا دواي وبي يانا اگر اسناد دراو ولا اسم ظاهر او حكمي لقل اسم ظاهر مثلا بلا زيد قائم ابوه عيسى اب فاعل قائمك يا ايتر لبير لقائمه مستترنيه بلا مختي قدرتي هي كاسم ظاهر مرفوع كا واختي اسم ظاهر كنوية وانا لميري مستتر شتيا بشاريته بلا زيد قائم فعلك هو بحالبي يا مثلا بلا زيد قائمة أمه يعني زيد بباوسا كي خوينا دايكي يسيع باو حالبي يسا أو أمه فاعلي قائمة دي قائمة باعتبار أو مؤنس كراه إنت الله ميري شتيا مستتر ناكر يبو ما قبلك كواتا حال دو فقرني خبر يا جامد يا مشتق اگر جامد هو كمعلومه مطابق نيه بو مبتداك متحمل ضمير نيه لا جنس عددا باشا لا جنس عددا مطابق مبتدا نيه لا جنس جنس يعني مذكر ومؤنث لا جنس لا عددا مطابق نيه ضمير شي ثاني الرازع ولا مبتداك اما اگر خبر كمان شي به اگر خبر مشتقك عملي كربي أجا خبر مشتقك جامد به كره خبرك بخشة أجا خبرك جامد به أجا هاتو خبركش مشتقبو مشتق لدو حال بدرنية يا أم مشتق اسمي كي ظاهري لدواي خيو مرفوع كردوه يا ني كردوه أجا اسمي ظاهري لدواي خيو مرفوع كردبيه أو تابعي اسم ظاهرك لدواي خويتي باشا يعني مثلا اسم ظاهرك لدواي خيو مؤنث بو أو مؤنث مذكر بو مذكرة بله عربت لجنس عوايا اين لعددها اگر او مثلا خبر مشتق من هاوردوا اسمك وتدوا اسمك مفرد بها تسنيه بها جمع بها امر مفرد شن حكم فعلي هي مثلا زيد قائم ابناؤه عربي ليس ابناء فاعلي هناك يا فاعل قائمك يا دي قائمك المفرد ليس بلاي شنك ابناء جمع مكسره أو شكل بقائمة قيناك أما وجائزة هل كان جائزة حالبي ولا أو كاتب قائمة أبناؤه ولا ديار لو كاتش أبناء أو مثلا أو جمعة زيد قائم أبناؤه لهنا لاني كم لا جنسا مطابقين كروا لا عددشا مطابقين كروا أو جمع أو زيد مفردة ونيا فاز مطابقين كروا أما أو وبلا ما أجر هاتوا خبر مشتقك
اسم ظاهري مرفوع نكردبو خبر مشتقك اسم ظاهري مرفوع نكردبو او حتما ضميري تيامس تيل ابي اميك ضميري تيامس تبك الراجبه لا مبتداك اويك دو مطابقي مبتداكش ابي لجوس ولا عدد او حربي مثلا زيد قائم الزيداني قائماني الزيدون قائمون هند قائمة الهندان قائمتان النساء قائمات أما أو فالمشتق خبر مشتق كمشتق كوابه غير الرافع لظاهر يعني خبري مشتق غير الرفع دهنده باسم ظاهر متحمل لضميره هل قري ضميري مبتداك أو حربي أيسا مثلا زيد قائم أو قائم أشكاري خبره خبري مشتق ولا شي مشتق هيك مشتق هيك رفع ندهنده باسم ظاهر الرفع ندهه باسم ظاهر عربي فاز اوشي لتيابه متحمل للضمير جاء فالمشتق غير الرافع لظاهرين متحمل لضميره يعني او مشتقي كرفع رفع باسم ظاهر نداوه هل قري ضميري مبتداك فيطابقه باشا فاز مطابقه قال جزء العدد أها دائما همشا بخلاف غيره يعني بخلاف غير أم نوع خبره غيرك دو باش أقريته يك مشتق نبي وجامد به باشا دو مشتق به ولا مرفع دهن دبا اسمي ظاهر به حالبي إتو مطابقين هناك متحمل لضميرينية مطابقش هناك نلا جزء ونلا عدد متواجب إليه أها پس غیریه هی غیریه که بو کیه شتو بو مشتقی غیر رافع بو ظاهره چه تو خب مشتقی غیر رافع بو ظاهر ام جاره برابر که او مثلا خبر که اصلا هر مشتق نبی جامد به نوعه کی مشتق ببی بلا ما غیر رافع بو ظاهر بلکو رافع بو ظاهر بخلا نحو الكلمه لفظ او مثال بو جامد باشا يعني مثلا أجر لصورتك خبر كمان جامد بيوكو لفظ علي الكلمة لفظ يترهيني ناكي نعلي لفظة ما دام متحمل الضمير النبي مطابق جنية يا هند قائم أبوها مثلا قائم مطابق هندكني هذا خبريتي لبرتي شنك أم قائمة درست مشتقة أما غير الرافعني أبو اسم زاهر بل كن رافع أبو اسم زاهر ما دام كان رافع كاتبو هردو نوعا كمثال نوع إيه كان بوه خبرك أصلا مشتق نبي دوها بوه وكا مشتق به بلام رفع دهنده باسم ظاهر به حالبي أما توابو تائر أمر قاعدة جالي وهي دو اسم كونه هردو كان معرفان يا هردو كان نكيرا هردو كان لأصلا شياوبون يان هيا بو مبتدابون أخو معرفية شياوون يعني هي بو مبتدا بون لم دوانا كاميان بس مخاطبه لقل من قصه كا متكلم يقول لقل من قصه سبب من كاميان لكلامي او لم دو اسم معرفه وهناتي كاميان داني من مبتدا كاميان كان بخبر امش علي المجهول ثبوته لشيء عند السامع في اعتقاد المتكلم يجعل خبرا ويؤخر وذلك الشيء المعلوم يجعل مبتدا ويقدم لا معمولا لبين مبتدا وخبر دا أوي كمعلومة بمخاطبك مبتدا كيا خبر الذي دقاي أو مجهولة مثلا تو قركت سكانية بيجي زيد آكل يعني زيد خريكي نان خواردنا حاربي من زيد ناسب بو معلومة بلام أمك نان أخوا يا آو أخواتو يا نيجكا يا شيكا أو أنا نازل حاربي كواتا خبرك مجهولة جاء لمعرفة شهدو داني معرفة كوتنيك مثلا من الغيب زيد أخوك زيد برايتو هي خب هم زيد معرفة هم أخاكش معرفة عربي كاميان كان بمبتدا أو على نظر يقرين أمره أو ملاك على نظر يقرين بزاني مني متكلم كام قسم كردوا بديد قاي خوم دوشتم بح للجملة كاعلون كرويته إيه كان كابراء بنا وبشخص وتو مانا كان أخوتك يموت أها زيد أخوك أيا لبيني زيد ولبين أخاك لا ك
كاميان بو مخاطبك من شناخته شديه اخر رياكوي توب زاني ام شخص زيده ولا نزاني ابراهيمنا رياكوي بفي شوانوا بزاني ابراهيمنا ولا ناوكي نزان حالبي كواتل لو دوانا قطعا الثبوت الذي جاي متكلم والبته ثبوتي كيكيان بو مخاطب مجهوله ثبوتي هر كاميك لو دوانا لا اخوته لا اسميات لا شخصيات شخصيتي مبتداك شخصيتي دانيك يعني باشا لا اخوته لا شخصيات دانيك يعني مجهوله مثلا وقت ابن رم زيد اخوك رنق اخوت بلايته مجهول به لا لا اوكي ازاني اخوتك اي مجهوله ازاني ناوي زيد لو انا شايش تنبيك اخوار دوي حربي والله ما زاني براي من شو زاني أو مثلا مني متكلم شيء اعتقاد موابي يعني الروان جاي منه أجر وابو أين أشياء لا يتوأسوا نوي ولا من باعتقادي خوم مثلا أو كسك من رم زيد أخوك حربي وعقيدة ما كتو ناس يعود هاي لقال زيدا أي ناس بلام نازني براتة براي خود آه حربي إسابة هو هرشي كوبي براتي ولا يق مجهول معه باشا قالوا كاتامن شيكم زيدك شنك معلوم الشخص أي كم مبتدا باشا ولي أخاك شنك مجهول لا مخاطبك كما خبرك ما أقر ببيت شوانه وبي أخوتك معلومة تو أزاني أما براته والله من أوكينا أزاني من عقيدة موايا أو اخترم أخوك زيد هاو متوجبي بس إما جهل علمي مخاطب أكين معيار جهل علمي جهل علمي لاعتقادي متكلمة يعني متكلم لاعتقادي خويا باشا لعقيدي خويا ببي بيرو بوشوني خوي وأزاني مخاطبكي لم دوانا أو يكياني لي معلومة أو لا أتيانا لا مجهولة بلايو كواتب إما بو أويك مبتدا سازدين مبتدا وخبر بدوزينا وعلم جهلي مخاطب أكيد بمعيار كم علم جهل علم آخر علمك لقال معرفة مناسبة ومتاشة معرفة به جهلك لقال نكيرة كنزان لقال أو مناسبة حربي أجر معمولا دو اسم مثلا داني كان معرفة داني كان نكيرة به أو من أتينية معرفك كما مبتداو معرفك داني مبتداو من نكيرة كم بخبر بلام أجر هردو كان مثلا هاو شوية بن بلين هل كان معرفة بن يا حتى أجر شنو هل كان نكيرة بن إما علم جهل مخاطبك كان بمعيار عربي مثلا مني متكلم أقر عقيدة موابو لم دو اسمه هجارك مخاطب من علمي بميانها يا جهلي بميانها يا أو يكيانا كمن بيموايا مخاطبك من علمي بيتي وكم مبتدا أو يكيانا كبيموايا مخاطبك من جهلي بيتي كما خبر هاو عربي بس لوانيا زيد أخوك باشا باعتبار يكيك لمخاطب كانم زيد مبتدأ بو أخوك ما خبر باعتبار يكيك لمخاطب كانم مثلا أخوك مبتدأ آوة تاني جاوي عليه المجهول ثبوته لشيء أو شتيك ثبوتك بو شيء مجهولة مثلا أساء وكو أخوات به باشا أخوات ثابت بوني أخوات بو شيء وكو زيد به مجهولة عند السامع لا يسامع من بما يكتو سامعي مني مخاطبي مني أو نازاني لكوا في اعتقادي لاعتقادي متكلمة جاء أو المجهول ثبوته لشيء عند السامع في اعتقاد المتكلم يجعل خبرا أو مجهول أكرب خبر ويؤخر ودواء أدري يعني حتما أشياء دواء جيدين شون لواء معيارة كما نشون قرينة مانية هركامي الأول وبولين ومبتدايا وذلك الشيء المعلوم وأوشتيش كالذي قام أنوايا كمخاطب علمي في آياتي يجعل مبتدأ ويقدم ذكرية مبتدأ باشا بيش دادري جاء أما ولا يعدل عن ذلك في الغالب باشا وعدول ناكري آلو قانون غالبا يعني رنق مثلا جار بجاري أو الروبدا أو تلقى قرينة به مشكل مانية بلام قرين نبي مجبور نبي أو يكانك في منوع معلوم مخاطبة أو كين مبتدا أو يك في منوع مجهول أو دواخين ولا يك قرين نبي مشكلة قليلة بلام ما ديال أغلب في الغالب يعني جار لو عنين خلاف أو قانونش أنجام دري
جاء شعرك دين على ما أنا كأري لباس تعريفي قلمك شعرك شعرك تعريفي قلمك يعني شعرك يتلبويك مثلا بقرينة بما المشخص ببي شاعرك قال أري أبناؤنا أري وبناتهن باش أبناء وبنوهن أري وبناتنا بنوهن أبناء الرجال أباعد أو شعرك كشعرك مباشي لبرني شي خويا شعرك وبناتنا قريك تباسي وكا كبلي اما كري كرا كاما كري خو معنا زين ولو شعر لا هي متى قرينه جاي سبي طلب قرينه كي شوال باسي مبدا خبر لبانيه يلا كيترا شعرك وبناتنا بنوهن أبناء الرجال أبناؤنا أري أري بنو بنو أبنائنا اشتكي أوايا بنونا نازل دخيل شعرك من برني حيفي عليه كري كرة كان مان كري خوامان كري كر كري خوامان أيك شكا جاء عليه أبناؤنا بنو أبنائنا بنونا وبناتنا أمر وكش كان من شاهد غلطي شيخين هو ولا ما مسرع عدو مكين وبناتنا كش كان من أبناؤهن بنوهن كركان يعني كرك شكان من أبناء الرجال الأباعدي كراني بياواني بيقانا حربي بنوهن أبناء بناتنا بنوهن أبناء الرجال أباعدي جاء هنا بنو أبنائنا بنونا أو نا يا بنو نازم شكي أو تيا قلبي تيا حيف الشركة باش لا يادنية ليوا مثلا بقرينك مشخصة بكاميان مبدأ وكاميان خبرة عربي أما الشعر كدين ليرا نخيش أو شعر بو معلومني أبناؤنا توين كباب زين بير منك بيتو ما زلنا شعرك أويا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي بنونا يعني كركاني إيما بنو أبنائنا كري كرك هو غلط هو بيجين قرينا كبا بيجي أشياء أيسا درست بنونا كبيش كوتوا بلان بنو أبنائنا لمرحلة دوماية أو مبتدايا بنو أبنائنا يعني كراني كركان مان كري إيمان نكرة كان من كري كرة كان من هو غلط دبي كرة كان من كري كرة كان من نور نبي هو ونيا ولا بنونا أمجد أجر عن بنو أبنائنا خير برو بنو أبنائنا بنونا باشا يعني شيء بنو أبنائنا يعني كراني كرة كان من كرمان وبناتنا أما شلة المسرعية كم وكش كان من بنوهن كرة كان ين أبناء الرجال الأباعدي باشا كراني بياواني بيغانن بويو تتي في الغالبي لا شونك خلاف ام با غالبه اكري اويك لو شونك هنا من شلك لرا هنا كاو شعره اويا لعاب الافاعي القاتلات لعابه باشا وارى الجنش تارته ايد عوامل كمن او مسرع بسالم نازانم لعاب يعني ليك جاء لعابه لآخر مسرع كوهاته ديوت هنا انتبهتو لآخر مسرع كوه لعابه هاتو يعني لعابه أو لكي لدمي قلم أشكي ماشا أو لعاب الأفاء القاتلات يعني ليكي دمي أو مارانيا كسمين ليكي دمي مارا سمية كان كشندن أفعي ماري سمية كشندن حالو ليكي وانيا برامبر بدجمن وللايك تري شوا وارى الجنا بيموايك جنا يعني برهم
شان هنوين شان هنوين يك كاشتارته كأو شان هنوين اللي كرد به توالا قوزدري هنا به أي دين كومال دستيك كأو دستان عوامله باشا كاركونندن لوا مثلا كاركن بو در هناني أو يعني برامبر بدوز هنوينة برامبر بدوز من زهري مارا إسليرا ببي أوا أشياء عوابوها لعابه لعاب الأفاعي القاتلات لعابه أشياء بتقول لعابه لعاب الأفاعي القاتلات هل كان معرفا بلام أويكبو مخاطبي إما معلومة لعابي قلمكيا نقل لعابي مارك بس لعابي مارك كمخاطبك إما جهلي بياتي أبي أخي تدواه أما لو شعران أخرى تدواه ولا خب قريني معناه معلومة به حاربي جازوريش مهضة أبو أم شعرة بيما بياش مكر فقد إسال لياد من ماوا وأرى كنا شيء ما بحري طويلة باش عوامل مفاعل باش هو أي دين فعول أم جارة أو بعد وبعد توزد بتوكم مثلا فيقال لمن عرف زيدا باسم شخصه يعني أو تري برامبر بكسه كزيد باسم شخص ناسيه علمي بشخصك هيا ولا يعرف أنه أخوه حالبي نازاني مبراياتي الله زيدون أخوك شن جهلي بأخوتك هيا حالبي ولمن عرف يعني أو جهل لجينا كيرا دانجي ولمن عرف أن له أخا وبرامبر بكسيك أزاني برايكي هيا ولم يعرف اسمه هنا وكي نازاني علي أخوك زيد يعني وكبر براك ناوي زيد حالبي هوا فالمبتدأ هو المقدم في صورتين فاز لو دو مثالا مقدم أو سوا شي مبتدأ أو سوا بيش خريها مثلا إذا ممكنك من روبروي مخاطبه وتود زيدون أخوك برامبر بيك يتلو توتا مثلا عمرون أخوك عمرون سبا هر زيد نوي إجا باوا بمعياري أو يكتوى اللي وزيد كربا مبتدا وتزيدون أخوك إيش اللي ليش عمر كيبا مبتدا بولي رأى علي مثلا أخوك عمرون لو يتراو تودا زيدون أخوك وانيا إبا جوابا كمان شيا علي باوا أو مخاطبه ما فرق يكر أو جهلي بأخوتك بو كرمانا خبر ودوامان ده وانيا ولا أميت الجهلي بأخوتك علمي بأخوتك هيا جهلي باسم شخصك هيا أبويا اسمك خمد وامر أخوك عمر عربي تارة بابز بي